Okay. خلينا نتكلم على فكره تانية في ناس بتتلخبط في الابوستروف دي مش عارفين الابوستروف دي دي بترمز لايه خليني اقول لك ان الابوستروف دي بترمز يا اما لكلمه ود او هاد على حسب طب انا يا مستر بتلخبط ما هي الفكره في كده ان انت لازم تركز فيها تشوف اذا كانت هي بترمز لكلمه ود ولا هاد طيب أعرفها منين هقول لك السنتنس الاولانيه بيقول لي هي هيد لايك تو جو فور ا ووك أنا لازم أبص بعد الأبوستروف دي اللي لأن عندي هنا infinitive like لما يكون عندي infinitive يبقى أكيد كلمة أو الجزئية بتاعة الأبوستروف دي معناها would like أنا أخدها رول كده لما يكون عندي infinitive يبقى الأبوستروف دي بترمز ليه would like طب تعالي نحط question tag question tag اللي ما هيكون هنا يا إما هيكون would أو had إحنا قلنا إن هي would هتبقى wouldn't he they would or they'd lunch ممكن برضو تحتمل هنا معنى a they'd lunch which means ان انا لازم احط didn't they لان هو قال لي في الاول did بحط الناحيه التانية didn't بعد كده التالتة which is very confusing برضو they'd eaten lunch الابوستروف دي اللي جاي بعديها جاي past participle اللي هو التصريف الثالث lunch this is completely different يا شباب ليه؟ لان المره دي عندي الابوستروف دي بترمز لكلمه had عرفت منين؟ عشان جاي وراها past participle عشان كده بيقول لي had they. اوكي. عندي بعد كده الأبوستروف إس نفس الفكره بالظبط. الأبوستروف إس ساعات بترمز لكلمه is ساعات بترمز لكلمه has برضو على حسب. طيب، let's go. هيز busy. The answer is isn't he. بعد كده عندي his lunch مش هينفع اقول لك he is lunch اقول لك هو غدا ولا هو تناول الغداء او بيتناول الغداء. الطبيعي بتاعي طبعا ان انا اقول لك he has lunch doesn't he. بعد كده ذا لاست وان هيز هاد لانش. طب انا عندي الأبوستروف دي المره دي جاي وراها had كده I'm little bit confused ولا فيها confusion ولا اي حاجه. بعد الأبوستروف اس عندي past participle which means ان هي كلمة has وساعتها هتكون hasn't he طيب تمام